بسم الله، ربنا أرنا الحق الحكيم حقا وارزقنا الخبير اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلناهم في رحمتنا. يا سلام، زور في لاجرازيمين، شوف كل أدخلناهم، شوف كل الطريقة القرآنية، يعني ما كيف عاد الطريقة، وأدخلناهم في رحمتنا، لأن رحمة ربي وسعت كل شيء، لكن هم عندهم نصيب الأسد. وأدخلناهم يعني ربي حما من البعد عن الرحمة، أو الحصول على قلة من الرحمة قد لا تنفع يوم الحساب. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، أو عاود ذكر الصالحين، وأول جماعة في الصلاح هم الأنبياء عليهم السلام، منهم سيدنا صالح عليه السلام، وذنوني أي صاحب الحوت بعد كسب، إذ ذهب مغاضبا، يعني خرج من قوم مقتلي، ما جاش عذاب الله اللي موعود به يحدث في اليوم الثالث. إذ ذهب مغاضبا، يعني أنا ما عجبوش الأمر، مش يصبح كاذب، وهذا لا يتحمل أي نبي أن يصيب أعداؤه أي كفر فجر عليهم سخط الله أن يصيبوا بالكذب، لأن الأنبياء والمرسلين عليهم السلام أجمعين يعني معروفين بصدقهم التام الكامل. فظن أن لن نقدر عليه، إنسان يكون قدرة ربي مش كما يتصوره، قدرة ربي قد تتمضر بعذاب ما. إذا كان أنت كنبي عليه الصلاة والسلام، جميعا كنبي لم تقر بما قدره الله في أن يدخل 100,000 أو يزيدون في رحمته، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في ظلمات في بطن الحوت، الظلمات الثلاث، ظلمة الليل، وظلمة طبقات الماء البحر، وظلمة جوف الحوت البال، أن لا إله إلا أنت. شوف التوحيد من يوصل الإنسان، من يكون في غمة فإذا به، وكان في يعني متجه نحو الهلاك، تقف له النغمة ذيك بتاع الأنبياء العائدين إلى الله، نغمة التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك أي منزه من كل عيب، سبحانك إني كنت من الظالمين. والاعتراف بالذنب فضيلة، والفضيلة دي مش تنفع صاحبها، منهم سيدنا يونس عليه السلام. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، الغواص البانيك، وكذلك نجزي المؤمن، كل مؤمن عنده نصيب من هذا الجزاء الأوفى. نعود إن شاء الله.